موظفي الدولة، نحن أرض الدولة، نحن دولة مواطنين، نريد دولة مواطنين، نريد دولة مواطنين، نريد دولة مواطنين. نهار العمار سيب صالح وقت اللي الشيوخ راقدة وقت اللي كان هو التهمة والأصدقاء يعرفوا دلم علي تعرف وكل نشطاء ما سمى سبير ديزنون طعم شنية إرهاب إلكتروني ما هو اللي ربكتون يا عزيز هو عنه إلى بيراتين لكونت انترنت تاع ديكتاتورية اليوم شنو سمى خاطر هو تعرض إلى مشكلة أساسية هل معقول كل نشطاء وكل ثوار المناطق الشعبية يتهمهم باقتحام سيادة وفهمتي استهلاك مخدرات أو فهمتي أو اعتداء على حرق مركز سيادة إلى آخره من أنتم؟ عزيز عمامي متهم باستهلاك مادة مخدرة تم إطلاقه بطريقة يعني باش يعمل طريقة متهورة قدموا عليه بالعنف عزيزي أكد أنه هو ما يستهلكش أكد أن المخدرات اللي حطوها الرئيسية قدموا عليه بالعنف ثم عشقيات صبت في الداخلية وزير الداخلية يتحمل مسؤولية العنف اللي تعرض له عزيز واليوم النيابة قررت رجعه بالسجن تحقيقا على جلسة ليه للمحاكمة نهار 23 مايو على تحقيق استهلاك مادة مخدرة واللي لسان جدا يعتبرها تهم كيفية غيرت الانتقام من وزارة الداخلية حتى انتقم عزيز عمامي على تصريحاته وعلى مواقفه المعادية
الجمهوريه اللي غطرست الارهاب وزاره الداخليه. اليوم بالحق تم مسك قرابه 700 غرام من الماده المخدره الزتله. ما فماش 700 غرام، فما ظرف محجوز اللي عزيزي اكد انه الحكومه حطوه له مش نتاعو، كان موجود عند البوليسيه اللي وقفوه هما اللي قالوا راهو نتاعو، هو ظرف صغير مش 700 غرام. اجتماعي عموما اي واحد باش تعدى على الداخليه ولا باش يوقف قدام مدرسه الداخليه هو معرض للسجن والتطبعات، هذه الرساله اللي تحب تعديها الداخليه. لكن تشوف القطاع العفويه الشبيبه ملتفه، كل المجتمع المدني والسياسي ملتفه على قضيه العزيز. يا جماعه يا حقوقي.